طبعا زي ما انا معوده حضراتكم ان بيكون معايا في الفقره دي موهوب او موهوبه من ذوي القدرات الخاصه. انا بقى النهارده معايا امورتي الحلوه، اموره بقى هتشوف بقى بنت كده سكر كده، وان شاء الله تبقى كده نجاه المستقبل بقى وشاديه المستقبل. هي طبعا في دار الاوبرا بتغني، وبصراحه رغم ان هي يعني بصراحه عندها اعاقه بصريه، ولكن بصراحه مش قادره اقول لكم النور اللي بيشع من وشها يعني، وثقافه وعلم، يعني انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه. انتوا بقى اتعرفوا عليها وشوفوا انا كلامي صح ولا لا. ازيك يا بسمه؟ تمام الحمد لله. عرفينا بنفسك. اسمي بسمه محمد، عندي 20 سنه، اداب اسكندريه، بدرس لغه عربيه. ما شاء الله. بدأتي الغنى من امتى يا بسمه؟ بصي، وانا بدات الغنى من وانا حوالي عندي يعني 10 سنين او 9. كنت بغني في المدرسه، في الاذاعه المدرسيه. فالمدرسين اكتشفوا دوت ان انا بغني وكده، فقالوا لماما، وابتدت بقى ماما توديني اماكن ان انا اتدرب فيها اصول الثقافه، وبدات بقى ان انا اعمل حفلات. الاول كنت في الكورال، دلوقتي بقيت اغني سولو. ويعني ما شاء الله. وصلتي الاوبرا بقى؟ انت وصلتي الاوبرا صح؟ وصلتي الاوبرا. ازاي بقى؟ في كان عندي حفله، الحفله دي كانت في القوات المسلحه، ففي شخص سمعني، فالشخص دوت يعني كان ليه علاقه بالدكتوره بتاعتنا اللي هي الدكتوره بتاعت الاوبرا، دكتوره ميرفت فريد، فهو اللي وصلني بيها. رحت عملت التيست والحمد لله اتقبلت، وبقيت بقى يعني في الاوبرا، بقيت بغني يعني بقى. بقالي كام سنه في الاوبرا كده يا بس؟ يعني قولي سنتين كده. ما شاء الله، انت لسه في بدايه لسه السلالم يعني، ايوه بس ان شاء الله بقى نشوفك حاجه كبيره كده. ان شاء الله. سمعينا ايه بقى النهارده يا بس؟ هنغني مصر يا ام الدنيا. تمام، اوكي. يلا اتفضلي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي، يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي، يا حياتي يا بلدي. يا غنوية المسافر لما يكون بعيد، يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوية المسافر لما يكون بعيد، يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. واللي في المواني وبنرجع لك تاني، واللي في المواني وبنرجع لك تاني. تاخدينا بالحضن ودايما لابسه ثوب جديد. ايه جمال ده؟ لا بجد انا بقول لك ان شاء الله شاديه او نجاه المستقبل. ربنا يخليك يا رب. الاغنيه دي لمين بقى يا بسمه؟ بصي والله، وانا حفظتها من الاوبرا، بس بصراحه مش فاكره لمين بالظبط يعني. ايه طب انت حافظه حاجه من التراث الديني كده، او يعني لانك لو عملتي انشاد فعلا هتبقي فظيعه، محضره حاجه؟ ممكن اغني ماشي كامرون. طب نشوف كده. اوكي. كامرون كامرون كامرون، سيدنا النبي كامرون، وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيدي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيدي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وكل الكون أنار بنور طه. كامرون كامرون كامرون، سيدنا النبي كامرون، وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل.
الله على الجمال، الله الله ميرسي عليكي جدا يا بسمة لحضرتك، بجد انا مش شكرا. عايزه انهي البرنامج من كتر جمال صوتك. ربنا يخليكي والله، شكرا. فان شاء الله اكيد هتبقي معايا في حلقات تانية، بس اكيد بجد اكيد. النهارده من اجمل الحلقات، زي الحلقات الجميله كلها، انتوا كلكم زي ربنا الفل يخليكي، بصراحه. ميرسي جدا، انا مبسوطه جدا كنت مع حضرتك، ميرسي جدا لذوقك وميرسي، نورتيني يا بسمة. شكرا جدا. في نهايه الحلقه بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من ماما شادو.